ديموغرافيا. هو أحد فروع علم الاجتماع والجغرافيا البشرية الذي يهتم بدراسة الخصائص الكمية للسكان من حيث الكثافة والتوزيع والنمو والحجم وهيكلية السكان، كما يهتم بالخصائص النوعية مثل التنمية والتعليم والتغذية والثروة، ويولي أهمية بعلم الإحصاء لمعرفة نسب دخل الفرد ونسب الأعمار والجنس ومرحلة النمو من خلال معرفة معدلات الولادات والوفيات والهجرة والحالات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها. التغيير الديموغرافي هو تحويل مجموعة سكانية أو جزء منها من حالة إلى أخرى، وتغيير مكان إقامتها بفعل إجرائي تمهيداً لنقلها إلى مكان آخر، وجلب مجموعة سكانية أخرى لتحل محلها، أو أن المجموعة الأخرى موجودة مسبقاً لكن التعايش معاً استحالت بسبب التباين الثقافي، ويدعى هذا الفعل أيضاً بالتهجير القسري. وعادة ما تقوم بهذا الفعل المشين الدول والحكومات والمجموعات العسكرية المتعصبة عرقياً أو قومياً أو دينياً أو مذهبياً. وبشكل عام يمكن تعريف عملية التغيير الديموغرافي المترافق غالباً بالتهجير القسري والتطهير العرقي بأنها سلوك عدواني متبع من قبل إحدى الجهات في سبيل القضاء على شعب أو مجتمع أو جماعة معينة فيزيائياً وثقافياً، وتسخر من أجل تحقيق ذلك الهدف إلى تنفيذ المجازر الحمراء، القتل المباشر، وكذلك عملية الإرهاب والابتزاز الممنهجة بغية ترحيلهم، أو المجازر البيضاء، الإبادة الثقافية والتاريخية، ويترافق مع ضرب الاقتصاد المحلي والقضاء على القوات العسكرية التي تدافع بها الشعوب عن نفسها وتوطين جماعات غريبة محل السكان الأصليين. ويعتبر استغلال الدين وسيلة فعالة لتنفيذ ذلك، حيث تعبر عملية التغيير الديموغرافي عن الشر الكامن في عقلية الساعين وراء التسلط على الشعوب واستعبادها ونهب ثرواتها، ولذلك تعتبر عملا إجراميا بكل المقاييس الأخلاقية والقانونية. وقد عانت البشرية من هذه العمليات منذ آلاف السنين وتسببت بانقراض الحضارات والشعوب والثقافات. إن مشروع التغيير الديموغرافي ليس حالة جديدة، فقد استخدم عبر التاريخ ضد أمم وشعوب كثيرة واجهت تغييرات ديموغرافية تم فرضها عليها من قبل أنظمة متعطشة للسلطة، أقل ما يمكن وصفها بالأنظمة المتوحشة، وأدت إلى إبادة وتشريد وتهجير الملايين من الناس وفقاً لتبعيتها السياسية أو القومية أو الدينية. ومثالها الحي في العصور القريبة ما فعلتها الدولتين العظميين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي رغم ادعائهما بحقوق الإنسان والشعوب، حيث أبدى الأمريكان ما يزيد عن 100 مليون من الأمريكيين الأصليين الهنود الحمر، منهم من قتلوا بالأسلحة التقليدية لكن أغلبهم أبيدوا بسبب تعرضهم لهجوم بالأسلحة البيولوجية، وذلك بنشر الأوبئة بشكل ممنهج مثل الطاعون والسل والجدري والأنفلونزا والتيفوس، أو أثناء تهجيرهم إلى محميات خاصة أقيمت لهذه الغاية، وذلك بدءا من القرن 17 وحتى القرن 19، ولازالت أثارها باقية حتى اليوم لتقوم على أشلائها الإمبراطورية الأمريكية. تكررت هذه الممارسة خلال النصف الأول من القرن العشرين، نفذتها روسيا الاشتراكية التي كانت أمل الشعوب المظلومة في الخلاص تحت قيادة رئيسها الشرس جوزيف ستالين، من خلال مشروع تغيير ديموغرافي وتطهير عرقي تم إعداده مسبقا بحق شعوب القوقاز من الكرد والشيشان والأنغوش والقرتشاي والبلغار وآخرين،
حيث تم نفيهم من أوطانهم إلى المناطق النائية في آسيا الوسطى وسيبيريا، وقد مات أكثر من نصفهم بسبب متاعب الطريق والجوع والمرض والبرد، بغرض إقامة إمبراطورية على أسس عقائدية سياسية قومية. ونشير إلى أن الدولتين الولايات المتحدة وروسيا الاتحادية صاحبتي نظريات حقوق الشعوب والإنسان، اشتهرت الأولى بمبادئ ويلسون 14 حول حقوق الشعوب، والثانية صاحبة مبادئ لينين حول حق الأمم في تقرير مصيرها بما فيها تشكيل دولها المستقلة، لكنهما عملياً كانتا تطبقان السياسة الميكافيلية التي عرضها ميكافيلي في كتابه الأمير قائلاً: من يصبح حاكماً لمدينة حرة ولا يدمرها فليتوقع أن تقضي هي عليه، لأنها ستجد الدافع دائماً للتمرد باسم الحرية وباسم أحوالها القديمة، فالناس لا تتخلى عن ذكريات حريتها القديمة بسهولة، لذلك فإن الطريق المضمون إما أن تدمرها وإما أن تقيم فيها لوحدك دون مشاركة أحد. ومثالها الأوضح هي ممارسات الدولة التركية منذ نشأتها وحتى تاريخه بحق الكرد وجيرانهم من الأرمن والسريان والعرب وغيرهم داخل حدودها وخارجها، حيث تعبر عمليات التطهير العرقي والتغيير الديموغرافي عن الشر الكامن لدى أصحاب العقلية الساعية وراء التسلط على الشعوب واستعبادها ونهب ثرواتها، وتعتبر عملاً إجرامياً بكل المقاييس الأخلاقية والقانونية. وقد عانت البشرية من هذه العمليات منذ آلاف السنين، وتسببت بانقراض حضارات وشعوب وثقافات مختلفة، وعززت مشاعر الكراهية والعنصرية بين البشر التي لا تزال راسخة في ذهنية الكثيرين، حيث نشبت كثيراً من الحروب والصراعات نتيجة الجشع والتعصب القومي الأعمى، وكذلك التشدد الديني والمذهبي الذي يعتبر من أهم عناصر التحريض على عمليات التطهير العرقي والتغيير الديموغرافي، فهي توسع الهوة بين الشعوب وتمنع إحلال السلام والحرية والديمقراطية. بدأ التغيير الديموغرافي في الشرق الأوسط منذ منتصف الألف الثالث قبل الميلاد، ربما بسبب الجفاف والجوع أو بسبب الانفجار السكاني، حيث توجهت أعداد هائلة من القبائل السامية من الجزيرة العربية نحو ميزوبوتاميا السفلى كالأكاديين والآموريين والآراميين، واستولت على الأراضي الخصبة وشكلت إمبراطورية عظمى، ومن ثم انتشرت على كافة أراضي الشرق الأوسط وكردستان خاصة واستعبدت شعوبها. فوفدت القبائل الآرية من الشرق للسبب نفسه وانتشرت في كردستان والشرق الأوسط والأناضول والقوقاز، واتخذت أسماء محلية جديدة مثل الكاشيين والميتانيين والحثيين والأسكيت والكيماريين والميديين. وفي بداية الألف الأول قبل الميلاد وفدت قبائل فلسطين من شعوب البحر بحر إيجه، وسكنت في منطقة فلسطين، وكانت القبائل العبرية سبقتهم في السكن قبلهم بحوالي 6 قرون، حيث شكلت دولة في القرن 9 قبل الميلاد. أما اليونان والسلوقيون فقد بدأت حملتهم كفاتحين بقيادة الإسكندر المقدوني مع قبائلهم من القرن 4 قبل الميلاد، واستولوا على الأناضول والشرق الأوسط حتى مصر ثم إلى كردستان وبلاد الهند، وشكلوا إمبراطورية كبرى باسم الدولة السلوقية في الشرق، ودولة بطليموس في مصر. وقد استوطنت قبائلهم وانتشرت بدءا من سواحل بحر إيجه والبحر الأسود وحتى جبال الأمانوس وسوريا وسواحل البحر الأبيض المتوسط، حيث موقع مدينة أنطاكيا كانت مسكونة من قبل الكرد، وقد أقام اليونان قريتين يونانيتين إلى جانب قرية كردية، وشيدوا فوق القرى الثلاثة مدينة أنطاكيا، كما أسسوا مجموعة من المدن باسم الإسكندر وسلوقس وأفاميا ولوديكا. وفي القرن الأول قبل الميلاد بدأت غزوات الرومان والبيزنطيين،
في القرن السابع الميلادي بدأت غزوات العرب المسلمين مترافقة مع انتشار قبائلهم في سوريا والعراق وكردستان على شكل مستوطنات رعوية زراعية، أبرزها قبائل بني بكر في آمد وجوارها ودعوها ديار بكر، ونقلوا القبائل المضرية والقيسية إلى أورفة وجوارها ودعوها ديار مضر. كما نشروا قبائل بني ربيعة بين مناطق الموصل وحتى نصيبين ودعوها ديار ربيعة. حدثت الكثير من عمليات التغيير الديموغرافي في تلك المراحل بحق شعوب كردستان من الكرد وغيرهم من قبل الإمبراطوريات العبودية كالأكادية والأشورية والكلدانية وغيرها. وحسب الوثائق التاريخية فإن أولى عمليات التغيير الديموغرافي في كردستان قام بها الأشوريون منذ بداية الألف الأول قبل الميلاد، عندما قاموا بتهجير قبائل اللولوبية من جبال زاغروس ومناطق نائري في هكاري وأسكنهم في المناطق الواقعة بين مدينة حماة والبحر الأبيض المتوسط. كما نفذ الأشوريون التهجير الثاني في القرن التاسع قبل الميلاد في عهد الملك أشور ناصر بال، الذي هاجم على مقاطعات زاغروس سنة 881 قبل الميلاد وأباد 150 قرية كردية، ثم أغار على إمارتي أمكا وأرشتو في بلاد زامو التي تدعى حاليا محافظة السليمانية لأنهما رفضتا الخضوع ودفع الجزية للغازي المحتل. وبعد احتلالهما وقتل معظم أهلها بما فيها العائلة المالكة، ومن ثم تم تهجير سكان إمارة أمكا إلى السهل الكائن بين جبل الكرد عفرين وجبال أمانوس الذي يبعد أكثر من 1000 كيلومتر عن بلادهم الأصلية، وقد عرف السهل باسمهم سهل أمكا حيث دعيت بالعربية سهل العمق. وقد أسس الأمكيون إمارتهم هناك من جديد، وقد تعرضوا من جديد لهجوم قبيلة آرامية حاكمها عبد عشرتا بدعم من الدولتين الحثية والمصرية، لأن موقع الإمارة كانت منطقة نزاع بين الدولتين. ومن ثم التجأ أهالي الإمارة إلى جبل هاوار وسط جبل الكرد واستقروا فيه، ولا زالوا يقيمون فيها حتى اليوم بالاسم نفسه ويطبعون لناحية بلبل. والتغيير الديموغرافي الثالث جرى عندما ثارت الشعوب الميدية في وجه المحتلين الأشوريين في انتفاضة دياكو في عامي 675 و727 قبل الميلاد. ولما أخمدت الثورة وقتل عدد كبير من الثائرين، اعتقل الأشوريون قائد ثورة دياكو ونفوه هو وجميع الثوار وأسرهم إلى حماة وبقوا فيها، حيث توفي دياكو في حماة ودفن هناك. بدأت حملة التغيير الديموغرافي في كردستان مع ما يسمى الفتوحات الإسلامية في عهد عمر بن الخطاب، حيث كلف الأخير أبو عبيدة الجراح يساعده كل من عياض بن غنم وحبيب بن مسلمة وميسر بن مسروق الفهري وخالد بن الوليد. وبعد وصول الحملة إلى أنطاكيا ومدينة خورس، طلعت خوري نبي هوري جبل الكرد دخلها صلحا بناء على طلب رهبانها المسيحيين. ولما وصلوا إلى مدينة كاركم مراش، رفض أهلها قبول الإسلام دينا حيث كانوا قد دخلوا في المسيحية، وانخرطوا ضمن فيالق الجيش البيزنطي للدفاع عن وطنهم وعن المسيحية. ومن ثم انتشروا في الجبال الممتدة نحو جبل الكرد وجبل أمانوس حتى جبل لبنان لتتعرض بلادهم للاحتلال، حيث دعي هؤلاء بالجراجمة وأديها مدينة مراش في لبنان. ثم تبعهم طائفة الموارنة من سكان عفرين فيما بعد قصرا إلى لبنان. وقد شكلت الطائفتين في لبنان تجمعا إثنيا ودينيا حديثا تحت اسم تيار المردة بسبب التهجير القسري، وقد فقدوا أصولهم وثقافتهم في وطنهم الجديد، حيث يدعى البعض أنهم ينحدرون من القبائل العربية وآخرون ينسبونهم إلى السريان، وهم أنفسهم لم يثبتوا لتاريخ انتماءهم إلى أي منهما، ولم يقروا انتماءهم للكرد ربما لأسباب نفعية.
ولما وصلت الحملة الإسلامية إلى مدينة آمد تمت محاصرتها ل83 يوما لأن أهلها رفضوا الاستسلام، ومن ثم تم اقتحامها والسيطرة عليها وتدمير المدينة وقتل أهلها وسلب ممتلكاتها. ثم توجه خالد بن الوليد إلى الحمام وتدلك بغسل في خمر كما يذكرها ابن الأثير الكامل في التاريخ مجلد 2 صفحة 536. ولكي يطمئن الفاتحين قادة الحملة أن لا يعود أهل آمد ثانية إلى المقاومة، قاموا بنقل قبيلة بني بكر العربية وأسكانها في المدينة وجوارها، ومن ثم استبدال اسمها إلى ديار بكر، وفعلوا الشيء نفسه في ولاية رها حيث استبدلوا اسمها بديار مضر بعد إسكان القبائل المضرية وعلى رأسها القيسية فيها، ومثلها في ولاية الموصل، ودعوها ديار ربيعة بعد توطين قبيلة ربيعة بن نزار، ومن ثم أعقب الاحتلال وتغيير الديموغرافي بالتغيير الثقافي أيضا أي الإبادة البيضاء. ورد في كتاب إحصائيات مقاطعة نخجوان التابعة حاليا لأذربيجان وكانت قبلها تابعة لإيران أن شاه عباس الصفوي قام بتهجير 9 قبائل كردية من أصل 24 قبيلة، وهي حج ساملي، شادي مانلي، كولوفجو، غوليكان، حسنان، بوزلو، فريخكان، بوسيان وملي، حيث جرت تغييرات ديموغرافية متعددة تحت حكم شاهات إيران، لكننا لا نملك وثائق تاريخية دامغة حول أسباب التغيير وتاريخه بدقة. لكن ليس من قبيل الصدفة أن يتواجد أكثر من 40 قبيلة كردية في كردستان القوقازية التي كانت في أغلب مراحلها تابعة للسلطة الإيرانية، مثل قبيلة شيروان التي يوجد مقاطعة باسمها، كما توجد فروع لها في غرب كردستان، عفرين، وفي شمال كردستان، وجنوب كردستان، وشرق كردستان، ومثلها قبيلة شبانكاري، تشوبانكاري، التي كانت لها حكومات بين سنوات 1056 ميلادية وحتى نهاية القرن 13 في ولايتي فارس وكرمان بجنوب إيران، ثم خضعت لسلطة الشاهات المظفريين، ومن ثم نلحظ ذكرها ووجودها بقوة في أحداث القرن 18 في القوقاز، وكان لها خان إمارة باسم خان تشوبان، وكانت تضم شيروان وكردمير ومدن نهر أقصو، وظلت تسمية تشوبانكارا حتى الآن على الجبال المحيطة بمدينة إشميازين في أرمينيا، وحتى اسم المدينة اشتق من اسم تشوبان. وكذلك قبيلة قرباغ المنضوية ضمن تحالف القبائل اللورية الكردية في لورستان بجنوب غرب إيران، فهي القبيلة الأساسية في إقليم قرباغ وأخذ اسمه منها. يذكر العالم الكردولوجي ليرخ في سنة 1856 أسماء أكثر من 12 قبيلة كردية في مناطق القوقاز: لاجين، كالبجار، قباتلي، زنجلان، جبرائيل وغيرها، لكن تلك القبائل اندثرت حيث أن الشعب الكردي أكثر شعب تمت إذابته في بوتقة أخرى وهي البوتقة الأذربيجانية، وقد تم إشغال مكان القبائل التي أبعدت أو أبيدت أو انصهرت من قبل عائلات فرق القزاق الميليشاوية الروسية الشبيهة بالكتائب الحميدية، حيث اعترف القائد القزاقي يلسياف في مذكراته: لقد شغلنا أرضهم وهدمنا بيوتهم وأخذنا كل قمحهم وذبحنا أغنامهم وأبقارهم لإطعام جيشنا. اعتادت شاهات إيران إلى نفي كل شخصية قوية أو ثائرة من الكرد أو حتى نفي عشيرة كاملة إلى الأراضي النائية، ومنها عشيرة سياه منصور مع أميرها، حيث كانت لها إمارة سنة 1552 بين بحيرة أورمية وبحر قزوين، وقد قام الشاه طهماسب بنفيها إلى أقليم خراسان، كما عمل طهماسب الشيء نفسه مع إمارة جاكنا التي كانت متاخمة لولاية هاكاري، وقام بتهجيرها أيضا إلى خراسان، وبالتالي أصبحت خراسان موطن أبو مسلم الخراساني الذي قضى على الدولة الأموية وأسس الخلافة العباسية، موطن الثائرين المناوئين للشاه،
كما نقل شاهو إليها عشائر أخرى مثل زعفران وقوجان وشاديان وكيروان وآمان وغيرها، وكانت جميعها كبيرة الحجم. حيث يذكر محمد أمين زكي أن تعداد عشيرة زعفران وحدها كانت تبلغ 40,000 أسرة، ولكثرة عدد الكرد في خراسان أصبحت تدعى كردستان خراسان، حيث قامت هناك عدد من الإمارات الكردية، كانت أكبرها إمارة قوجان وكذلك إمارات سياه منصور وجكنة وبجنورد وإمارة الزنجنة، وقد استمرت تلك الإمارات من القرن السادس عشر وحتى القرن التاسع عشر. جرت معركة تشالديران بين الدولة الصفوية إيران بقيادة الشاه إسماعيل الصفوي والدولة العثمانية بقيادة السلطان سليم الأول في سنة 1514 في سهل تشالديران الواقع شرق مدينة وان، وكانت المعركة ذات أهداف توسعية استعمارية وبحجة مذهبية سنية شيعية. وقد انتصر العثمانيون السنة في المعركة على الصفوية الشيعية بتعضيد قوات العشائر والأغوات الكرد والتنسيق مع الملا إدريس البدليسي الذي ترأس التحالف الكردي مع العثمانيين. وقد أدرك الطرفان في نهاية الحرب أن الكرد هم من حددوا مصير المعركة، ولو وقفوا إلى جانب الصفويين لكان النصر حليفهم. وكان السلطان مراد الثالث قد أباد 40,000 من الكرد العلويين وألقى بجثثهم في الآبار خشية الانضمام إلى الجانب الصفوي، لكن عشيرة رشوان رشوية الكبيرة التي كانت تضم الكرد السنة والعلويين واليزيديين والتي كانت مساكنها في المنحدرات الجبلية من شياي رش الجبل الأسود الواقعة بين ولايتي عنتاب وسمسور أديامان ومراش، رفضت التحالف مع العثمانيين ومحاربة الصفويين. وبعد انتهاء الحرب قامت الدولة العثمانية بتهجيرها خارج حدود سيطرتها، حيث التجأت إلى جبل الحص في جنوب حلب. وبعد عدة عقود من الاستقرار حاولت العودة إلى ديارها عن طريق جبل الكرد والأمانوس، لكن الجيش التركي نصب لهم كمينا في موضع دعي فيما بعد باسمهم قرداغ أي الجبل الأسود. وبعد اشتباكات عدة ولعدم جاهزية العشيرة لمعركة كبيرة تشتتت العشيرة، حيث توجه قسم منها نحو أناتوليا الوسطى وسكنت في جهات قونيا وكيرشهر وجهانبلي ولازالت هناك. أما القسم الآخر والذين كانوا في نهاية القافلة فقد تراجعوا خلفا للعودة إلى جبل الحص، لكن مكانهم قد تم السيطرة عليه من قبل عدد من العشائر العربية شكلت فيما بينها تحالفا باسم السكن، ومن ثم انتشروا في سهر جومة من منطقة عفرين وكذلك في مناطق إعزاز والباب وجرابلس ومنبج والسفيرة، ووصل بعضهم إلى دمشق حيث يسمون بآل رشي. بدأت الضغوطات العثمانية على الكرد قليلا بعد معركة تشالديران واستكمال بناء السلطنة العثمانية وإجراء الاتفاق العثماني مع الأمراء الكرد ومنحهم الحكم الذاتي في المقاطعات الكردية ومركزها آماد. وبعد مرور أقل من 100 سنة بدأ الضغط عليهم من جديد للحد من صلاحيات الحكم الذاتي، ومن ثم سحب الصلاحيات من إمارة تلو الأخرى، وكانت أولها إمارة كلس وذلك سنة 1607. وقد اضطرت الأسرة الجامبولاتية الحاكمة مع حاشيتها اللجوء إلى الأسرة المعنية في لبنان، حيث استقبلهم الأمير فخر الدين المعني الثاني. وكانت أسرة جامبولات قد حكمت كلس أكثر من 4 قرون، وامتد حكمها على معظم كرد بلاد الشام من عنتاب وكلس وعفرين وعزاز وأنطاكيا وحلب وإدلب وصولا إلى قلعة صلاح الدين في اللاذقية. وقد انتهت صلاحية الإمارات الكردية نهائيا في عهد السلطان عبد الحميد الثاني في القرن التاسع عشر، مما أجبرت الأسر الحاكمة والأمراء ورؤساء العشائر وقسما من عشائرها إلى مغادرة ديارها، حيث قسم كبير منها هاجروا إلى مناطق الأناضول الوسطى والغربية. لكن التغيير الديموغرافي الأكبر
حتى جراء الحروب العثمانية الروسية التي استمرت أكثر من قرنين من الزمن، من خلال ثلاث حروب كبرى، الأولى بين سنوات 1800 وحتى 1827، والحرب الثانية من سنة 1853 وحتى سنة 1877، ومن ثم سنوات الحرب الكونية الأولى التي كانت كردستان بمثابة مركز الحرب، والتي كانت من نتائجها فقدان كردستان القوقازية وضمها إلى روسيا. وبتأثير الحرب ودعايات الأطراف المتصارعة والمتحالفين المحليين من الطرفين، جرت أكبر التغييرات الديمغرافية على الأرض، فقد انتقلت بعض العشائر إلى أفغانستان وسكنت في مناطق قندهار وهرات ومزار شريف، ولازالت فيها حتى اليوم. كما انتقلت عدد من عشائر خراسان إلى مناطق القوقاز، وكانت قبلها قد تمت تهجيرها قصرا من كردستان على يد شاه عباس وطهماسب. كما هاجرت الكثير من العشائر من ولايات سرحد وأردخان وأرزنغان لتجنب ويلات الحرب أو بتأثير الدعايات الروسية وحلفائهم من الأرمن أو الدعايات التركية، حيث كانوا يقولون أن الروس قادمون وسيذبحونكم. وقد التجأ بعضهم إلى الجانب الروسي في القوقاز، خاصة الإيزيديين منهم، أو إلى الأناضول الوسطى، فمثلا عشيرة جواندا يقال أنهم هاجروا من سرحد وفي طريقهم أخذوا استراحة وغطوا في نوم عميق بسبب تعب السفر، وبعد أن استفاقوا كان اللصوص قد سرقوا ماشيتهم من الأبقار وبقوا بلا موئل رزق، فامتهنوا قرع الطبل ولذلك تسموا بهذا الاسم الذي يعني فاقدو البقر. تفتقر المصادر التاريخية إلى حجم عمليات التغيير الديموغرافي، حيث نشرها وكشف أسرارها ليس من مصلحة فاعليها، باستثناء أخبار قليلة، خاصة عندما أصدرت الدولة العثمانية فرمانات إسكان العشائر في بداية القرن 18 لأسباب عديدة، منها لحماية حدودها كتجميع العشائر السنية الموالية لها على الحدود الإيرانية، كفرمان لنقل العشائر الملية سنة 1711 ميلادية من آماد إلى الرقة لرفضها الخضوع لأوامر الدولة والتخلص من سطوتها، ولتكون حاجزاً أمام تمدد العشائر العربية شمالاً مثل الطي والعنزة والشمر الجربة من خلال إعفائها من الضرائب ومنح زعامتها المناصب والرتب السامية ولتغدو تحت سيطرتها. لكن كثرة وجود العشائر الكردية في الأناضول الوسطى تثبت تعرضهم للتغيير الديموغرافي، مثل عشائر عزيزي وموسى بجي بادلي وبالابان والديواني والدوشرلي وكيكان وخطمان ولكي وميكائيلان في أضنة، وعشائر كيكان وقرجاد وملكشان والشيخ بزني في قسطموني، وعشائر رشوان جامبكي جارميان جابيلو وحامتلو وهردي وكركود وشيخان والشيخ بزني في كوتاهية، وعشائر زعفراني وآدماني وبادلي وبارجغان وجبران وحجوان وهردي ومحمدي ومحمودي وأوشيلي وتيركان وبادوكي ومالوكي والزيوة في أنقرة وكوتاهية وقونيا وقراحصار، وكذلك عشائر خطمان في إبيسالة. كان التغيير الديموغرافي الأكثر كارثية بعد الحرب الكونية الأولى بين سنوات 1920 و 1938، ورافقتها المجازر الحمراء والتهجير القسري والمجازر البيضاء الإبادة الثقافية بعد القضاء على الانتفاضات الكردية، وخاصة بعد مقاومتي قوشقري وديرسم، حيث توجهت سيول المهاجرين لتجنب المذابح نحو غرب كردستان والشام حتى مصر، وغربا نحو الأناضول وإسطنبول والدول الأوروبية. ولكن وفق تقديرات بعض الباحثين والمثقفين والإعلاميين الأتراك، راح ضحية مزارة ديرسم نحو 40,000، وبحسب المصادر الكردية العلوية وشهود العيان من الناجين أن ما بين 60,000 و70,000 شخص لقوا حتفهم. أما المصادر الرسمية للدولة فتشير إلى فقدان 13,160 شخص لأرواحهم ومقتل 110 جنود أتراك،
وترحيل 12 ألفا من الكرد العلويين أغلبهم من عشائر حسنان وبختياران وقريشان ودامنان وعباسان وغيرهم من مناطقهم وتوزيعهم على مناطق وسط الأناضول في أنقرة وقونيا وفي ناحية سزار التابعة لولاية قيصري وإزمير واسطنبول. كانت نسبة الكرد في كردستان القوقازية عشية ثورة لينين الاشتراكية 99.2% من السكان، وقد انخفضت نسبتهم خلال 3 سنوات إلى نسبة 70% نتيجة سياسة الأذربيجانيين الأتراك العنصرية، حيث جلبوا معهم الجوع والخراب والفساد والدعارة وزرع الفتنة بين القبائل الكردية، إضافة إلى القتل والصهر القومي، مما اضطر كثيرا من الكرد إلى الهجرة بحثا عن لقمة العيش. ونتيجة دعوات الكرد وتقديم مذكرات باستمرار إلى القيادة الشيوعية لتفشي المجاعة، اضطر لينين إلى إرسال مبلغ 40 مليون روبل لتجنب الموت جوعا في المناطق الكردية، لكن المبلغ اختفى لدى القيادة الأذربيجانية، وكانت تلك الممارسات تحدث بضغط من مصطفى كمال أتاتورك وستالين والقيادة الأذربيجانية. وقد اضطر لينين إلى استصدار قرار بإقامة كردستان ذات الحكم الذاتي في 7 تموز عام 1923 تحت ظل جمهورية أذربيجان السوفيتية. بدأ اللاجئون الكرد بالعودة إلى ديارهم فور صدور القرار، وقد كان وقع القرار الذي يمنح الكرد حقوقهم على أتاتورك بمثابة كارثة كبرى، حيث تحرك الأخير مباشرة بالتنسيق مع الدولة الشقيقة أذربيجان وستالين لتدارك تأثيرات الحكم الذاتي، ومما زاد من حنق أتاتورك قيام الانتفاضات الكردية بالتسامن مع صدور الحكم الذاتي الكردي في القوقاز، حيث اندلعت انتفاضة الشيخ سعيد ثم تابعتها انتفاضة ساسون. لكن تأثير ثورة آغري من عام 1927 إلى عام 1932 كانت الأقوى على تركيا، وبالتالي أثمرت جهود أتاتورك بمساعدة مباشرة مع أذربيجان وستالين، وبنسبة أقل من قبل الأرمن تم القضاء على جمهورية كردستان الحمراء سنة 1931 نهائيا. وكان من نتائجها حملة تغيير ديموغرافي كبير وتهجير الأسر الكردية بالقاطرات، حيث استمرت الرحلة أكثر من 2 شهرين إلى دول ومناطق آسيا الوسطى مثل كازاخستان وقرغيزيا وأوزبكستان وطاجيكستان وأماكن أخرى في ظروف مناخية سيئة. وقد وصلت إلى مناطق النزوح أقل من نصف المرحلين، حيث ألقي بهم في العراء دون تقديم المؤن والمأوى أو الخيام، حيث لقي أكثر من نصفهم حتفهم بسبب الجوع والمرض والبرد. وقد طالت ليس فقط سكان الجمهورية، بل شملت الكرد القاطنين في مقاطعات أذربيجان الأخرى ذات الحكم الذاتي مثل نخجوان وقرباغ، وكذلك كرد جمهورية أرمينيا وجورجيا. كان الكرد يشكلون نسبة 80% من مجموع السكان في عام 1804، وهو عام بدء الغزو الروسي لكردستان القوقازية. ومع بداية القرن العشرين انخفضت النسبة إلى نحو 30-40%، وفي سنة 1992 كانت قرية واحدة فقط دار آكند تتكلم الكردية في أذربيجان. وننوه أن أكثر من 3/4 سكان أذربيجان كانوا من الكرد، وأكثر من 80% من أسماء المدن والقرى كردية. وقد تم تجميع الأتراك الأوغوز من إيران وإسكانها فيما دعيت أذربيجان التي لم تكن اسمها موجودا حتى سنة 1920. وفي جميع كتابات لينين لم ترد اسمها، حيث كان يشير إليهم تحت اسم تتار القوقاز. التعريب والإحصاء والحزام العربي. بعد قيام دولة سوريا المحدثة سنة 1946 كنتيجة لاتفاقيتي ساكس-بيكو ولوزان وإنهاء فرنسا لانتدابها عليها، عمدت أصحاب النزعات القومية العنصرية أفراداً وجماعات على تحويل نظام سوريا البرلماني الديمقراطي إلى دولة قومية عربية بحتة.
وقد استغل حزب البعث مشروع الوحدة مع مصر سنة 1958 لتمرير مشاريعه العنصرية بحق الكرد، وعلى رأسها حظر استخدام اللغة الكردية، حيث تم تطبيقها بداية في المدارس والدوائر الحكومية العامة. كما جرى تعريب أسماء القرى الكردية من خلال ترجمتها إلى العربية كمرحلة أولى، لكن ذلك لم يشفي غليلهم، تم تبديلها إلى أسماء عربية بحتة. وكمثال على ذلك تم ترجمة اسم بلدة تربسبية سنة 1960 إلى قبور البيض، وفي سنة 1970 تم تبديلها إلى القحطانية، وفي سنة 1962 صدر قرار الإحصاء الاستثنائي في محافظة الحسكة. ومما جاء في بنوده إنهاء سجلات النفوس في محافظة الحسكة وإجراء إحصاء سكاني جديد الذي حرم بموجبه عشرات الآلاف من الكرد من حق المواطنة السورية والسحب بطاقة الهوية منهم واعتبارهم أجانب أتراك. وكان من تبعات هذا القرار عند استلام حزب البعث زمام السلطة سنة 1963 أن انتهج مباشرة سياسة أكثر عنصرية من خلال طرحه لمشروع الحزام العربي، استنادا إلى دراسة كاملة حول المسألة الكردية في سوريا قدمها الضابط العنصري المدعو محمد طالب هلال رئيس شعبة الأمن السياسي في الجزيرة بتاريخ 11 من الكانون الأول عام 1963 إلى القيادة العليا في الدولة. تضمنت رؤيته وتوصياته للحل التي تجاوزت كافة المشاريع العنصرية للسلطات الغاصبة لكردستان في أجزائها الأربعة، حيث أنكر في دراسته وجود قوام شعب يدعى الشعب الكردي، ولا أمة باسم الأمة الكردية، ولا سلالة صافية للعرق الكردي، ولا لغة تمتلك مقومات اللغة، ونفى وجودها عبر التاريخ، حيث اعتبر اللغة الكردية لهجات قبلية خاصة تشبه لغة النور ليس أكثر، ناسياً أن سوري لا يستطيع التواصل مع شعوب المغرب واليمن رغم التداول العربي مع ظهور الإسلام دون موانع. كما ذكر أنه ليس هناك وطناً قومياً للكرد، بل هنالك أناس من سكان الجبال. وأنكر أيضاً أن يكون لهم تاريخ أو دولة أو حضارة أو حتى جنس باسم الكرد، وأن الاستعمار هو من يساعد على خلق تلك القومية حديثاً. ومما جاء في توصياته المؤلفة من 12 بنداً، أولاً أن تعمد الدولة على تهجيرهم وتوزيعهم في الداخل بدءاً من العناصر الأكثر خطورة من خلال خطة ثنائية أو ثلاثية سنين. ثانياً إتباع سياسة التجهيل بعدم فتح المدارس أو المعاهد. ثالثاً تصحيح السجلات المدنية وإجلاء كل من لا تثبت جنسيته ولا تمنح الجنسية إلا بمرسوم جمهوري، ومن يمتلك جنسيتين يعاد إلى الجنسية الأولى، متناسياً أن ما يسمى سوريا استقطعت من الدولة العثمانية بقرار من الحلفاء ولمصلحتهم. رابعاً سد باب العمل كي لا يتمكن الكرد من الحركة وفي وضع غير مستقر ليكونوا على استعداد للرحيل في كل لحظة، وكذلك منعهم من امتلاك الأراضي أو استئجارها لإفساح المجال للعناصر العربية بالانتشار على أراضيهم. خامساً شن حملة دعائية واسعة لتحريض العناصر العربية عليهم. سادساً نزع الصفة الدينية عن مشايخ الدين عند الكرد واستبدالهم بمشايخ عرب أقحاح. سابعاً تحريض الكرد على بعضهم. ثامناً إسكان عناصر عربية في المناطق الكردية على الحدود، ونقترح أن يكونوا من الشمر لأنهم فقراء وقومياً مضمونين 100%. تاسعاً جعل الشريط الحدودي منطقة عسكرية كجبهة عسكرية مهمتها إسكان العرب وإجلاء الكرد منها. عاشراً إنشاء مزارع جماعية للعرب الذين تسكنهم الدولة على الشريط الحدودي مع تركيا، على أن تكون أفراد المزارع مدربة ومسلحة عسكرياً كالمستعمرات اليهودية. 11 عدم السماح لمن لا يتكلم العربية بممارسة حق الانتخاب والترشح في المناطق المذكورة. 12 منع إعطاء الجنسية السورية مطلقاً لمن يريد السكن في الجزيرة مهما كانت جنسيته الأصلية ما عدا الجنسية العربية.
كما نوه الضابط العنصري والشوفيني هلال في نهاية مشروع دراسته أن هذه المقترحات ليست كافية، لكننا أردنا من خلاله إثارة المسؤولين بحسب خبرتنا لتكون تباشير مشروع خطة جذرية شاملة ولتؤخذ للذكرى بعين الاعتبار. عمدت حكومة البعث في سوريا إلى تنفيذ توصيات المدعو هلال خطوة بعد أخرى تحت تسمية مشروع الحزام العربي بدءا من سنة 1965، وبعد أن قامت بتجريد أكثر من 100,000 مواطن من الجنسية السورية، وكان من طبعاته حرمانهم من التعليم والعمل والحقوق المدنية كحق الحصول على بطاقة الهوية وجواز السفر وتسجيل وقائع الولادة والزواج والوفاة. وقد رافق ذلك جملة من الدعايات الشوفينية المغرضة بغية النيل من أصالة ووطنية الكرد ونعتهم بإسرائيل ثانية، كما عمدت الدولة إلى تجريدهم من آلاف الهكتارات من الأراضي الزراعية والاستيلاء عليها واعتبارها أملاكا للدولة لدفع أهلها إلى الهجرة وجعل الكرد أقلية عددية في الجزيرة، وكسر التواصل والامتداد الطبيعي للأرض والشعب والعشيرة والعائلة الواحدة على طرفي الشريط الحدودي مع الدولة التركية. وقد سمت مشروعها بمزارع الدولة لتجنب استغلال الكرد لمصطلح الحزام العربي الذي انتشر على وسائل الإعلام، لكن العالم لم يسمع بمزرعة طولها أكثر من 350 كيلومترا بعرض 10 إلى 15 كيلومتر، حيث تبدأ المزرعة من ديريك في نهاية منقار البطة على الخريطة السورية وحتى غرب سريكانية رأس العين. تعذر تنفيذ مشروع الحزام العربي عمليا رغم وضع اللبنات الأولى والانتهاء من المخططات اللازمة حتى الانقلاب الذي قاده حافظ الأسد واستلامه الحكم سنة 1970، وبعد تصفية الأخير لمعارضيه وتشكيل ما سمي بالجبهة الوطنية التقدمية خشية معارضة الحزب الشيوعي السوري، بدأت الحكومة ببناء المستوطنات سنة 1973 على طول الحدود، وأصدرت قرارها المشؤوم ذو الرقم 521 لسنة 1974 القاضي بالتنفيذ الفوري لمشروع الحزام العنصري الذي يستهدف الكرد بعد إتمام بناء المستوطنات، وذلك بنقل عشرات آلاف القرويين من محافظة الرقة أغلبهم من عرب عشيرة الوالدة بحجة تهديد قراهم من الغمر إثر انتهاء بناء سد الفرات. وللتاريخ نذكر أن العرب لم يكونوا راضين لهجرتهم إلى أرض الكرد، لكن تم تهجيرهم قسرا أيضا. وقد عارض الكرد تلك الإجراءات العنصرية بإمكاناتهم المحدودة ورفعوا الشكاوي للجهات المحلية والدولية، لكنهم لم يعثروا على أذن صاغية. أما مسألة تهجير الكرد قسرا بعد الاستيلاء على أراضيهم فقد أرجأتها الدولة ربما تخوفا من إثارة الرأي العام لعلمها أنهم سيهاجرون طوعا بعد حرمانهم من مصدر رزقهم إضافة إلى حق العمل والمواطنة، ولذلك هاجر أغلبهم إلى دمشق وعاشوا في أطراف المدينة كخدم وعمال موسميين، وهاجر بعضهم إلى لبنان وأوروبا، وبالتالي فقدوا حقوقهم ويمكن وصف حالتهم بالإبادة الجماعية التي تعتبر جريمة إنسانية. امتلكت الدولة التركية خبرة كبيرة في مجال عمليات التغيير الديموغرافي والتطهير العرقي، فهي تستمد تجربتها من السلطنة العثمانية التي احتلت أجزاء واسعة من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، ومن بعدها نظام أتاتورك، وحافظت الحكومات التركية المتعاقبة على هذا المخطط إلى يومنا هذا. وما جرى في عفرين من عملية تغيير ديموغرافي وتطهير عرقي هو امتداد لهذا المخطط السيء الصيت بحق الكرد، حيث استعمل الطاغية أردوغان كافة تجارب أجداده في الغزو والقتل والسلب والنهب والتدمير والنفي في بداية سنة 2018 عندما قام بضرب الكيان الديمقراطي الوحيد والآمن في الجغرافيا السورية، مستعملا كافة قواته وأسلحته ومرتزقته من منابت مختلفة أغلبهم من السوريين الإسلامويين في عملية الغزو.
وذلك في حرب يندر مثيله في التاريخ ضد أهالي عفرين وقواته المدافعة ولمدة 63 يوما، وقد تم تهجير الألاف من المدنيين قسرا عن أراضيهم ومنازلهم وقراهم ومدنهم. تم إسكان عائلات المرتزقة من العرب الإسلامويين والأتراك مكانهم، حيث تحركت سيول النازحين بدءا من اليوم 50 للغزو التركي إلى مناطق أخرى تفتقر إلى أبسط الوسائل المعيشية، وقد بلغ أعدادهم أكثر من 350 ألفا. ولم يكتف العدو التركي بذلك، حيث لاحق قوافل النازحين من مناطق القتال بقصف متعمد بالطائرات الحربية، واستمرت قواته ومرتزقته باستهداف النازحين دون توقف في مخيمات النزوح في مناطق الشهبة حتى ساعته، حيث استعمل أردوغان في غزوه آلاف المجرمين خارج نطاق الأخلاق والقوانين الدولية دون رادع. وقد استمرت قواته ومرتزقته بعد احتلال عفرين بعمليات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري ونهب الممتلكات وتعذيب المدنيين الباقين. ولما لم يبقى أحد من الفئات الشابة في الآونة الأخيرة، بدأت عمليات خطف المسنين والمسنات من الأعمار التي تتجاوز 70 وطلب الفدية والتعذيب والقتل دون رحمة أو ردع أخلاقي، حيث قضى العشرات منهم نحبهم في الأشهر الأخيرة، وذلك كي لا يفكر أحدا من النازحين العودة ثانية إلى ديارهم. إضافة إلى استهداف المناطق الأثرية ونهبها والمرافق الخدمية من خزانات المياه ومولدات الكهرباء والمستشفيات والمدارس وغيرها، ورغم صدور عشرات التقارير والبلاغات الموثقة للانتهاكات التركية في عفرين وبلغات مختلفة إلى الرأي العام، لم تتحرك أي هيئة دولية لوضع حد لمأساة عفرين وأهلها، حيث باتت عفرين تحت رحمة عصابات لا حصر لها، همها سلب ما بقي فيها من ممتلكات. يقيم قسم من نازحي عفرين بعد تهجيرهم في 5 مخيمات أقيمت للنازحين في منطقة الشهباء شمال حلب، وسكن بعضهم في القرى المهجورة والمدمرة في المنطقة نفسها. كما التجأ بعضهم إلى مدينة حلب وغيرهم إلى مدن وبلدات مقاطعة كوباني والرقة والحسكة والقامشلي وديريك. وهاجر آخرون إلى جنوب كردستان والدول الأوروبية. ننوه أيضا أنه في سوريا انتشرت ظاهرة الباصات الخضراء التي تعتبر الشكل الأكثر وضوحا من ظاهرة التغيير الديموغرافي لنقل السكان من منطقة إلى أخرى، حيث أصبحت سوريا برمتها سوقا للنخاسة وكأنها تعيش في مرحلة العبودية. ولما لم يلقى أردوغان أي ممانعة أو عقبة من دول العالم، استمر في حملاته بغية الاحتلال وإبادة الشعوب، حيث أغار في 9 أكتوبر 2019 على منطقتي سريكانية رأس العين وكريس بيت الأبيض، وقد تم احتلالهما وإعادة أفعاله الشنيعة كما جرى في عفرين، حيث تم تشريد أهالي المنطقتين في مدن ومخيمات الجزيرة. ولازالت تهديدات أردوغان مستمرة عبر وسائل إعلامه للإجهاز على المناطق الباقية من روجافا وطرد أهلها.